اليوم فيما يتعلق بالتنسيق بين الجيش وبين هذه العشيرة ومجلس الصحوة برئاسة الشيخ موسى هلال، هل بدأ التنسيق مباشرة؟ هل اليوم هناك ربما تنسيق سبق هذه الخطوة برأيك سيد صافي؟ نعم، الشيخ موسى هلال ليس غريبا عن قيادات الجيش، وهو معروف بالنسبة لهم لأنه كان قائدا لهذه الميليشيا، وبعد نشوب هذه الحرب أو قبل نشوبها بفترة تم تكوين قوة باسم حرس الحدود لإعادة موسى هلال إلى المشهد مرة أخرى، وقد انضم إليه كثير من أفراد قبيلته، فهو زعيم قبيلة وليس مثل حمتي ابن عمه، فهو زعيم قبيلة ويرث ذلك عن أبيه وعن جدوده في تلك المنطقة. فأعتقد أن موسى هلال وجوده كقائد ووجوده كرجل إدارة أهلية وشيخ قبيلة، أعتقد أنه سيكون له تأثير كبير على أفراد قبيلة المحاميد وعموم الرزيقات.